دانيلا، لأي درجة اليوم أنت راضية على نجاح مجدولين؟ أنا فخورة كتير بالمسلسل يلي عملناه هالسنة. بعرف إنه هو مسلسل غريب شوي، وما كان المسلسل يلي كانوا العالم متوقعينه، منه هالقصة الحب يلي العالم كانت ناطرتها بين باس الخياط ودانيالا رحمة. عملنا شيء مختلف جدا، ضخم كتير، ما بيشبه شيء بالسوق. مجدولين شخصية كتير صعبة، مجدولين شخصية مركبة، حتكتشفوا هذا الشيء هلا بالحلقات اللي جاية. انا انصدمت انه اصلا يعني عملت هيك شخصيه بهالفتره من ماي كارير، لانه هيك شخصيه بدها خبره كثير، وبدها وقت كثير، وبدها شغل كثير. ان شاء الله النتيجه تكون حلوه، بتمنى من كل قلبي عن جد. قد ايه كنت عم بتلخبطي بس تعصبي؟ لانه عم نشوفك بس تعصبي بتصيري تحكي بسرعه. يا الله على العربي، بعدنا عم استصعب العربي، بس هلا كنت عم اقول لها انه لا، صرت احسن بالعربي. انا مره كنت تعيدي هيك مشاهد كثير كثير، كنا نعيد مشاهد. عن جد صعب الواحد يمثل بلغه منا هي يعني لغه الام عنده. الام هيك بيقولوا لغه الام، ايه it's not my mother language. صعب تركزي على اللغه وعلى الاداء وعلى كل شيء بنفس الوقت. يعني شفناكي من اول المسلسل قديش انت متيمه بيونس جبران، وبعدك بعدها she's obsessed with him، وبعد حتشوفوا اكثر لوين وصلت درجه الابسيشن تبع مجدولين. معقول تكوني انت اللي قالت له؟ كل العالم عم يسالوني هذا السؤال. بعد في اكثر من صفحات كانت عم بيقولوا انه كلهم عم بيقولوا هذا الشيء. بهالثلاث حلقات حتعرفوا. عم بيقولوا يمكن تعرضتي لازمه بصغرك، كشفوا عنيا مشان هيك صار عندك عندها شويه تهلوس، اكتشفوا هذا الشيء. بس هل هي اللي قاتله؟ ما بعرف، بحس انه انت لك دخل احساسك. انا خبرينا شعورك اليوم انه انت عم بتمثلي الطاقه الاغترابيه بلبنان، عم نشوف الدعايات، قديش انت عم بتجربي تقنعي العالم وتقولي لهم تعوا زوروا لبنان وكوني صوره مشرفه. هيدا الشيء، وانا اليوم عم بقنع اهلي يرجعوا. انا بحب لبنان من كل قلبي، وعن جد قلبي هون، قلبي موجود هون، وتركت كل شيء تكون موجوده هون. وهلا قريبا حيكون يعني حكون موجوده بالبريس كونفرنس الجمعه الجايه، وحتكون ثلاث ايام كثير حلوين، وكوني معنا تحكي اكثر. دانيلا، سؤال بعد، شو بتقولي للاشخاص اللي قالوا انه انت يمكن عم بتعيدي حالك بهذا الدور؟ عم عيد حالي بشو؟ مجدولين عم بتعيد حالها عن سنة الماضي بالسباق رمضان. انا ابدا ما شفت انه في شبه بين مجدولين وبين فرح، واحضروا اخر حلقات.